عمر شو عم بيصير؟ شو عم يصير غسان؟ زينب ورجتني مجموعتها. وشلون شفتهم؟ شيري أحسن بكتير. أنت ما طلعت عليهم بس أنا شفتهم. يعني بصراحة البنت اللي نحن ربيناها يلي هي الخانم مساعدتك القديمة ديما رح تقضي على باسيونس. الرسمات لديما ما هيك؟ هي عاملة هالشغل كله إيه؟ وباقي الأساتذة عم بيساعدوها. يعني كل شيري عم بيحاولوا يتغلبوا بذكاء وشطارة على باسيونس، وانت بتعطي كنان وزينب مشان يرسموا المجموعة. شلون بدنا نربح؟ غسان خلص روق. بدك روق بالله؟ عمر نحن ما رح نفوز، بسببك رح نخسر. غسان لا تضوش، لسه معنا وقت. لك وأنا... اي وقت؟ زينب حطت لي المجموعة وبتقلي هاي هي شوفها، اي وقت؟ عمر حط عقلك براسك، قلت بنفتح محلات وقلت لك لا بس انت اصريت وانا قبلت، لهيك لازم نكسب المسابقة مجبورين مشان هالمصاريف، ولا رح تقضي علينا شركة شيري، الست ديما اللي بايدك صنعتها، هي اللي رح تربحهم، سمعتني مو؟ ديما اللي رح تربحهم، وإذا صار هيك ما رح سامحك. شو هالصوتات؟ خير إن شاء الله. غسان؟ غسان؟ شو هذا الصوت؟ شو هالضربة هاي؟ ما بعرف غسان. شوف شوف شو هالصوت؟ زينب سمعت صوت؟ سمعت صوت؟